هي يا جماعة خلاص خرجتها، شفتوا شكلها عامل ازاي؟ شكلها تحفة جدا ما شاء الله، جميلة جميلة، ممكن تعملها لأي ضيف، شكلها حلو قوي قوي قوي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد النهارده، هنعمل حاجه حلوه قوي، التورته من غير ما تدخل الفرن. جميله جميله جميله. احنا مش هنحتاج غير 4 بواكي دريم من اللي هو جيل الفراوله، وكوبايه كريم شانتيه، ومعايا كوبايه لبن بس هحطها في الفريزر بتجمد بس عم اعمل معاكم الخطوه الاولى. هنعمل الاول في اول طبقه هنعمل كيسين 2 جيلي، وهنشيل الاثنين دولي لما للطبقه الثانيه مع الكريم شانتي. يبقى اول طبقه هنعمل الجيلي بس، هيبقى عباره عن جيلي، هفرغه في الطبق وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي فكده دول الكيسين الجيلي. جبت بقى فرغت هنا دي كوبايه ميه بتغلي. احنا طبعا بنعمل الجيلي العادي كوبايتين ميه سخنين معاه في الاول، وبعدين بنقوم جايين عاملين حاطين عليهم كوبايتين باردين. لا احنا المره دي هنعمل بس الكوبايتين اللي هما السخنين بس، عشان احنا عايزينه مركز. انا كده هدوب بس بالراحه كده الاول، وبعدين احط كوبايه كمان. فرغ بقى كوبايه كمان، انا بفرغها من الكاتل على طول، هي الميه مغليه. هو انا ادوبها خالص خالص لغايه ما يدوب كله كده. دي بالطبقه الاولانيه بس. جبت هنا يا حبايبي صينيه اهي دهنتها بمسحه زيت كده بالفرشه، عملت يعني انا حطيت نقطه وبالفرشه كده قمت اهو. هبدا بقى احط الجيلي معايا اهو. بسم الله. وكده دي بالطبقه الاولى، هسيبها تبرد شويه وادخلها الثلاجه. هتجمد معانا ونتقابل بقى في الطبقه الثانيه ان شاء الله. ده يا حبايبي بردك هنعمل بقى الطبقه الثانيه ان شاء الله. حطيت بردك كيسين الجيلي، وهحط عليهم ادي كوبايه ميه سخنه بردك اهي. حط الكوبايه الثانيه نفس الحكايه برضو، كوبايتين ميه دافئ سخنه على الجيلي، هدوبه كويس اهو. هندوبه كويس جدا 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 ونركنه يبرد، ونعمل بقى ايه المكون اللي هيتحط عليه. المكون اللي هيتحط عليه يا حبايبي هيبقى كريم شانتيه، هنضربه ونقلبه مع بعض ونحطه. يبقى دي الطبقه الثانيه. والله العظيم خطوه، قصدي يعني التورتايه جميله جدا، هتشوفوا شكلها، شكلها لذيذ قوي 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 قوي، ممكن تتعمل في المناسبات، حاجه تحفه. احلى حاجه ان هي بتطلع من الثلاجه ساقعه تلج كده، بتاكليها بقى اما الدنيا بدات تحرر كده، ولادك هيحبوها جدا، احلى ما تعملي لهم جيلي لوحده. تخيلي بقى شكلها احلى من الجيلي لوحده كمان، جميلة جدا. بس لازم الجيل اللي احنا عملناه ده يبرد عشان ما يبوظش الكريم شانتي. هو كده دايب اهو، هركنه بقى يبرد.
يلا بينا بقى نعمل كريم شانتيه. معايا هنا كوباية اهي من الكريم شانتيه، وهجيب بقى قصادها معايا هنا كوباية، تلات ربع كوباية لبن. هي الكوباية كريم شانتيه بتاخد تلات ربع كوباية، فدي من اللي هي الصغيرة وحاطه فيها سكر. لو انت جايبة الكريم شانتيه مش محلى، مش مضاف عليه سكر، فبتحطي السكر في قلب السكر، حبيبات عادي في قلب اللبن، وتدوبيه وتعملي بيه. يا جماعة محدش يعمل الكريم شانتيه سكر بودرة، علشان بيخليه كده يمط وما بيبقاش ناجح. يعني هو السكر العادي ندوبه بقى في اللبن كده، وهي بتبقى تلات ربع كوباية على الكريم شانتيه. الكوباية دي رفنتوها خالص من تحت، وبردك هحط مش هكملها قوي، بس انا عاوزة ادوب السكر خالص اهو، واللبن يكون يا جماعة في المتلج. هنجيب بقى المضرب. وهي حبايبي جبت بقى المضرب، هنعمل على السرعه الهاديه الاول شويه علشان الكريم شانتيه ما يتطيرش معانا، وبعد كده هنقرب بس الفيشه شويه كده عشان ما يتطيرش معانا، وبعدين نقوي عليه. نحط الفيشه ده بقى اعلي عليه. اه يا حبايبي وصل للدرجه دي خلاص. شوفوا بقى مهما تقلبوا فيه كده اهو ما بيقلبش، مش ناشف قوي ومش طري. اه يا حبايبي بقى، ونحط بقى عليه الجيلي. مش عارفه اصلا نختبر بس الجيلي كده اهو، خلاص ساقع. نحط عليه ان شاء الله، وهنضرب بالمضرب. بس نقرب بس نضرب كده. خلاص يا حبايبي كده خلاص اهون اندمج ده مع ده اهو، شايفين السمك بتاعه طبعا بيخف لما يتحط عليه الجيلي بتاعنا، اتورط جامد. وادي الجيلي طلع من التلاجة، شوفوا شايفين ما شاء الله. هو هبدأ بقى انزل بالخليط ده. هو انزل كده هو ما شاء الله، وفاض كمان شوية. هحطه بقى في كيس صغير كده او اي حاجة، وهدخل ده التلاجة، وما يخرج هنتواصل بقى ان شاء الله كده ونشوفه مع بعض. يا حبايبي شوفوا هي طلعت اهو جامد خالص اهو اهو. هجيب بقى ادفي شوية مية، احط الصينية فيها واقلبها وارجع لكم. الصينية فيها مية دافية اهي، مية سخنة حطيتها من الكتل. ده بقى احط الصينية عليها كده، هي حاجة بسيطة كده، وهتقوم فكة ان شاء الله، وهقلبها معاكم اهي. يا جماعة خلاص خرجتها، شفتوا شكلها عامل ازاي؟ شكلها تحفة جدا ما شاء الله، جميلة جميلة، ممكن تعملها لأي ضيف، شكلها حلوة قوي قوي قوي. يلا بينا بقى نقطع حتة كده اهون اهو، هقطع حته بقى كده. بسم الله اجيب بس حاجه اهي يا حبايبي، شايفين عاملين عامله ازاي؟ جميله جدا 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 اهي.
شفتوا بقى كده بنقطع كده اهي، شايفين جمالها؟ شايفين، شايفين الطبقة دي والطبقة دي؟ بس عشان انا دخلتها بس ما بينهم، ما شاء الله ما شاء الله، جميلة جدا، الطعم خرافة طبعا. اعملوها اي ضيف بقى هيجي، هتبقى شكلها جدا حلوة جدا في التقطيع وجميلة. قولولي رأيكم ايه، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة. فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.